الله أكبر الله أكبر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصيام الجماعي؟ كأن يجتمع جماعة من الناس فيتفقون على أن يصوموا أياما معينة كالاثنين والخميس، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، لأن الإنسان ضعيف بنفسه يقوى بإخوانه، ما حكم ذلك؟ نفع الله بكم. أرى أنه ليس من السنة، وأنه نوع من البدعة إذا اتفقوا على ذلك، لأننا إذا كنا ننكر التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي مثلا فهذا أيضا صوم، والصوم عبادة فلا ينبغي أن يكون جماعيا، لكن من غير اتفاق لا بأس، مثل أن يصادف أننا صمنا يوم الاثنين فقال بعضنا لبعض: من كان صائما فالفطور عند فلان مثلا، واتفقنا أن نفطر عنده، هذا لا بأس به، لأنه أمر عارض وليس اجتماعا على عبادة، والاجتماع على العبادات والانفراد بها من الأمور المشروعة. ولهذا لولا أن الله شرع لنا أن نصلي جماعة ما صلينا جماعة، لكان صلاة جماعة بدعة، لكن شرعها الله لنا. كذلك الصوم جماعة والاتفاق عليه مسبقا نوع من البدعة. يرد علينا صوم رمضان، ألسنا نصوم جماعة؟ بلى، ولكنه هكذا فرض، مفروض أن يصوم الناس كلهم في هذا الشهر، فأرى أن يتخلوا عن هذا، عن هذه الطريق، وأن يكون الإنسان مستعينا بالله عز وجل، وأن يعتد بنفسه، وإذا كان الإنسان لا يفعل العبادة إلا متوكعا على عصا، يعني إلا إذا فعلها غيره، فإن عزيمته ضعيفة.